انا معناتها تشديت في احداث الخبزه الحمد لله. لا عملت لسقينا لدينا الحمد لله. مروح من الخدمه نلقى نخدم في الساقي انا بعيد على دارنا فما 4 كيلومتر. روحت الساقي نلقى الساقي بدات تسخن شويه ومركز غاديك الحرس الشرطه وكل شيء بدات تسخن شويه. قال لي عارف برا روح لداركم مريق هذا مش هافت الدنيا. روحت نلقى الدنيا غاديك اعظم الساقيه الدنيا واقفه يسكروا في البراشات وشعلوا في العجل. شيل هذه قال لي انت برا ادخل داركم. لا راني صاحبي بساكلي ركيت بحذا الموبيلات اش تعرف الشباب حامي خرج معاهم وانا فوق. خرجنا لسي كان يقراو ولينا العباد كلها في الشارع وليت ما يجيش من بان الساعة وصوب الباب ولا كرتوش ولا الدنيا كلها بعضها. هذا نحكي لك ساعتين تاع النهار كرتوش ولا يضرب في المركز بسيطة ضرب هذا كرتوش صحيح. هم يضربوا منه وحنا نهربوا منه هو يضرب منه وحنا نهربوا منه. هيا عندي خويا صغير وعندي خويا اكبر مني انا معناتها نقول له سيدي يعني قال لي برا روح هز روحك وسخوك وروح. انا معناتها استحسست شويه قلت له باين مش نروح. خفت على خويا الصغير قلت له باين روح انت اجي للدار. مش اقصد ربي خويا اسمع الكلام وهرب وانا قعدت مع جماعه لا ويلي نمشي يا ويلي نقعد قعدت برا قعدنا نتحاوروا نهربوا منا حتى لين ثلاثة بعضها ولا تولي عباد احنا هكاك قالوا نحرقوا الوحده هذه الشعبه خاطر الشعبه يقولوا لك مثلا تابع للدوله وكذا. المهم قلعوا الباب وحرقوا متعديه الكار الوطنيه وقفوا ودوروا هكا في الكياس مش تعرف وليت الاف مؤلفه اللي جاي من قدور واللي جاي من الساقيه وسمعوا الدنيا كلات بعضها ولات العباد تكر في بعضها ساووا رجال ما تلقى ما تعفص وين تعفص ايوا كلات بعضها. هيا كي ولا الكرتوش بالرسمي كرتوش يخيط بالباهي والناس كلها ولات فر تهرب لديارها. هربنا للدار وظل خويا قال لي ما تسمعش كلام. قلت له انا تعرف باش مش نمشي نص على دار جدي ونقعد غاديكا خير لي من هالمشكله هذه. قال لي باهي برا حاول باش تفصل على دار جدك. قلت له باهي بساط قعدت غاديكا نهارين. النهار الثالث كلمت امي خالي عندي خالي يخدم في الداخليه كلمته قالت له اسمع قول شفيقي يروح. قال لي علاش قلت له هذا وقتها قبل ما بورقيبه يخرج في اللحد. قالت له قول له يروح راهو جماعه جاو هزوا جماعه يلوجوا عليهم. قلت له انا اللي مروح مادامني انا هنا بعد قالي ما نخافش ما ينجموش يجيوها قالي فهمت ولا لا لاباس. قالت لي راهم هزوا خوك الصغير يا تجي انت يا خوك يقعد هذيك يا دي العمله. قلت لها وخويا اش عمل في حكيت ما عمل حتى شيء. قلت لها تاك كيفاش انا تو غدوه نجي. قالت لا كل شيء. قلت لها باهي تاع كيفاش تو نجي انا نفر بها كان الصباح على راسي. جات غاديكا جات خذيت تاكسي وجات. يا وليدي كيفاش خوك ولات تبكي وخالي يرضي فيها ويهفت فيها تو نمشي نخرج وتو نعمل وتو كذا. هو معناتها كله حكايه فارغه ما فيهاش تدخلات. هي قالت لي يا وليدي شنو الحل؟ قلت لها تو نروح انا تو نمشي انا تو يسيبوه زعما. قالت لي هذا اش قالون؟ باهي قلت لها تو نمشي معاكم. هاي روحت نلقى خويا وعمي يستناو فيا كبير. هاي قال لي جيت. قلت له جيت. قال لي ما تسمعش الكلام. قلت له وين نسمع الكلام؟ الله غالب لي صار تو. قال لي الشرطه تلوج عليك وكل شيء. قلت له شكون شدوا؟ قال لي شدوا الاولاد الحومه الكل شدوهم تو كلهم في الجيور. هاي باهي قلت له مالك هي تتلم نمشي معاهم. قال تو بعدين ممكن يسيبونا ممكن يعرفوا باش يعملونا. قصدت ربي مشيت. فوتك بالحديث انا رئيس مركز نعرفه. بصفتي نخدم نجار رئيس مركز تاع الساقي نعرفه. خادم له زوز فروشات لدارو. فرحت انا قلت تو انت مسلك انا رئيس مركز خادم الفروشات لدارو تو كي يلقاني انا في المركز ممكن يسيبني. قلت خويا قلت له كان باهي نمشي معايا برا نمشي نقصد نروح نمشي. وصلنا لغاديكا وخويا نرى الدنيا كان ياكل بعضها ترى كان في الضرب كان في الماشطة تاكل بعضها. زدت ما دخلت انا جيت داخل وانا رجعت بالتوالي. قلت له لا خويا مانيش داخل انا. قال لي ادخل خوك تو خليه هنا ما عمل حتى شيء. قال له ادخل انت خلنا نرى شنو الحكايه. بدي قلت له راه مش نحصلوا زوز انا عارفه. قلت له راه دخلت انا مش نحصلوا زوز. قال لي ادخل. دخلت ودخلت ونقعد نتاع الاستقبال. قال لي تفضل. قلت له بالله كمال بن عامر علاش شادينه؟ قال لي شادينه على خاطر خوه شفيق. قلت له انا هو شفيق. قال لي مرحبا ادخل. ما كانوا شكون فريسه وجات لي دي هو داخلوني غادي
انا زدت كنت لفت كيكم ونرى كان بالضربه جيت. قلت واحد جا خويا قال لي وصل لي هذا بارك الله فيك. قلت له برا على روحكم برا على روحكم زيد. وليت نعمل لكم انتم قضيه. قلت له برا على روحكم مش عندي تو رئيس مركز مدام يعرفني تو انا هاك هو سياسي محمد هذا الزرلي. انا قاعد يعني على الكرسي هو جاء السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له شبيه هذا؟ قلت له سي محمد ما عرفتنيش. قال لي انا نعرفك يا سي محمد راني انا فلان الفلاني اللي عملت لك الفروشات في الدار وامس بعدك في الدار ركب لك في الفروشات. يلزم الكذب. قال لي تكذب عليا عيني فين؟ ما عرفتش نعم. انا فاق قال لهم ريقلوه هذا تابعني انا ريقلوه من تريقيله. تريقيله هي بالسواب. تريقيله بالسواب يا ودي تريقيله بالسواب. النار النار ردوا لي النار وليت نرى فيه ليل بالضرب. هي مش مشكل. قلت ندخل الجيور. دخلت الجيور دخلوني بعد ما عطوني تراه قال لي غدوا انتوا نبحثوا هذا العشيه خاطر العشيه موفمون. دخلوا الجيور دخلت الجيور نلقى خويا ولاد الحومه يجي 15 واحد. ودي ايش فيكم هنا؟ قالوا لك البارح سقطوا علينا بالواحد بالواحد يلمدوا فيهم بالعيط بالعيط. وعندنا احنا شنو حاشاكم فما واحد قواد قيدهم في الورقه الكل اللي راهم الكل قيدهم. وزن مركز الشرطه. خلينا هذيك الجيور بتنا الليل وانا صغار نضحكوا واش عملوا لك كذا الاخر يقولوا اعطوني تريحه والاخر يضحك نقص على بعضنا. تاع سايبين مش سايبونا احنا الغدو قلنا تو ممكن يسيبونا تريحه اثنين يربيونا ويسيبونا. هذا شو في مخنا. هيا صباح هبطوني مشيت نبحث قلت له كمل شعب عملت. قال لي راه اعطوني تريحه وكلوني ما كليت متقبل. قلت له ايش قلت؟ ما عملت شيء ولا؟ قال لي قلت لا عملت صحيت. قلت له امورك ماشي يا مريقله اقعد. ما لا اقعد مش تعدى معايا. قلت له ما عندك وين ماشي زين. تو دخلت انا مثلا مش بحث حبيت ننكر انا فهمت ولا نلقى الناس كلها اللي تو شدوهم كلهم جابديني ما فماش واحد مش جابدني. معناتها معانا فلان الفلاني اللي نقول له انا ما عملتش. قال لي يا فلان الفلاني اهو اقرا تعرف تقرا ولا اهو اسمك موجود مريق امورك واضحه. قلت له ما تعرف كيفاش انا مش نصح على حد شيء مش عاديني كيما تحب انت عادي عادي وانت باشية. جات الباقة عبونا الكل مش يزونا الجيور الكبير في البلاد. انا في الجيور نتاع المركز صغير مليان يجي في 50 ل 60 واحد يجيبوا كلكفوا وهز. قالوا هز للجيور الكبير. دخلت للجيور الكبير هكا فما جي ثلاثة على أربعة وكبير هو بيوت وبيوت مليان تلقى فيها 4000 واحد 4000 واحد ولا أكثر ناس ترص بعضها تضرب بالبنية. الحمد لله. أيا التفت اللي بجنبك ما تراش. أنا أول ما خفت خفت على خويا خاطره صغير ما يعرفش عاقل جبته بحذايا قعد كاني شادد شكون خايف عليه نحاصر في خويا تجيرو بعد خاطر غاديك المصايب تكثر كان في هكا الجيار وفي الحبوسات قعد ديما شاد خويا حذايا أنا حتى لين نركش نعمل حل. أيا سيدي بداو يطلعوا فينا بالوحيد اللي هزوه طلعوه يطلعوا يمشي على ساقيه هبطوا في زورة. طلعوا يمشي على ساقيه هبطوا في زورة. هيا اللي يقولوا منهم واحد لطفي حمزة الله يذكره بالخير مسكين هذاك قوت ما ضربوه عدى ناكر حتى كي تعدى الحبس هزينه في زورة. عدى الحبس هزينه في زورة. هيا سيدي قال لنا انتم زخوة تو نراوك كيفاش. واحد تو مثلا انا خاطر بيناتنا عام الحكاية معناتها نجم نتعديو زوز الحبس احنا اللي يبحث فينا. قال لي مش نعديك انت الحبس وخوك مش نعديه الإصلاحية. معناتها عمل معنا فار كبير تسمى عمل حاجة كبيرة عمل في حياته. واحد باش يعدي الحبس واحد باش يعدي الإصلاحية. الحمد لله. هي قلت له اللي تعملوا انتم تو سيب لازم الواحد يخرج من غاديك وقت مش ليت مش يعديون الحبس فرحانين. علاش فرحانين؟ راهو جيور فيها 4000 واحد ناس راقدة على بعضها معناتها ناس كانوا صنادق مستفين هكا يجيبوا يكلفوا يجيبوا من جبليانة يجيبوا من الحنشة يجيبوا من عقيرب يجيبوا من كل بلاصة معناتها لهم الصفاقس عابي وانتهى. وبعدين تو فكت واللي عنده شكون معناتها ظهر كبير يدخل يتدخل يسلكوا له ويخرج فهم برشا عباد انا عارفها عملت وعنده شكون خرج راهو عمل وخرج فهمت ولا معناتها حرق وجرى وضرب وكسر كي العباد يكذب عليك اللي يقول لك ما كسرتش وما عملتش راهو يكذب. مثلا الناس كل شباب متحمسه للشيء هذاك الحمد لله هو راهو لا يعرف عليها لا طابت لا تحرقت. هذه اول حاجه لا يعرف عليها لا سياسه ولا يعرف منها منين دخلت السياسه. هذه ما يعرفهاش ما نعرفوهاش احنا السياسه. شباب تجري في الكياس وبر
حتى كان جات فيه كرتوشه تعدى مات مات مشى ادفنوا تعدى زغرت مشى مسكين. هيا عدونا للحبس ليلتها في الليل دخلونا بيتونا في 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 السيلون ليلتها السيلون الغدوه الحي بداوا يفكتوا فينا على الشنابر الحمد لله شنابر او كلهم مثلا تو جابوا تبارك الله خيرات قولوا عملوا لهم شومبري وحدهم تو هذا من الصغيرات فما الصغار ما يعرفوش اول مره يدخل الحبس ما يعرفش الحبس خلط واحد محكوم ب 20 والاخر ب 15 والفساد والترى العجائب لازم الزرق ترى في الحبس الخباب اللي الكل ترى في الحبس ما عمرك لا ريتها لبرا وما تعرف ايش كيف بدي مش مات عايشوا معاها في الموضوع هذاك مش يخرجوا مش يخرج محامي ولا مش يخرج له طبيب ومش يخرج كل شهر يخرج كل شهر واللي يعرف واللي يعرف القضايا الكل واللي حتى كي يعمل يعرف كيش يسلكها فهمت ولا هيك هي التربيه نتاع تونس يربيوا في بالهم في المواطنين هما يفسدوا في المواطنين مش يربيوا فيهم مش يربيوا فيهم قعدنا هكاك في 6 شهور واحنا يصبروا فينا غدوه بعد غدوه او تو يخرجوك ما يخرجوك هيا سيدي حتى لين نهار الاول معناتها اول واحد تحكم في اسمه في تونس يعني هنا بدات الاخبار في تونس بدا يحكموا عليهم ب 20 25 طول طون وليش مش يعملوا لنا احنا وبديت عاد المحكمه في صفاقس اول ما خرجوا خرجوا الوليد مراد الحضري اول نهار هو بداوا به استفتاح خرجوا حكم عليه 5 سنين جاء مرهوج الطفل مراد شبيه ما يجيبش ينطق تاخذ بعض مسكين طفل صغير شباب مازال صغير ما قفلش حتى 20 سنه وتعمل له هكا تجيبه ب 5 سنين مرهوج هيا قلنا معناتها الله يستر قال هو تحكي له كيفاش شنو الجلسه وكيفاش يحكي لنا هو امورات كيفاش كيفاش قلنا راهو ما نتكلمش قال لك معناتها الحكم حاضر جاي حاضر معناتها امور واضحه معناتها ما عندك ما تزيد تحكي حتى لي انا الوالده نتاعي هي اللي تعبت في جرتي ياسر على خاطرني انا مسكينه هي توا مقعده ما تمشيش على ساقيها فهمت ولا تمشي مسكينه للسلاحيه في عقارب وبعد تجيني انا للحبس وتروح من بعسيده للحبس تجديد على ساقيها امراه وعائله مش معناتها لباس علينا ولا حاجه ناس ولا عايشين كي ايها الناس قعدت مسكينه هي هكا الاربع انا عديت 3 سنين ونص وهي مسكينه تجري في جرتي الحمد لله قديش حكموا عليك شفيق؟ حكموا عليها 13 سنه بالضبط الحمد لله 13 سنه عداوا لي أضرار من الدولة حرق في محل غير مسكون وتكوين عصابة أنا وجهي وجه العصابة معناتها أنا قاعد نخرج في العصابات من تونس هذا تبارك الله في مساعة عملت هكا هي الوالدة قاعد مسكينة بعد اللي وراها قدامها طلعت حتى باش تقابل الرئيس ديالا بورقيبة أخي مرقوا فيها توا جواب قالوا لها تو نعطيه له روحت بالغش بتاعها هي تحكي لي عندنا تصويره نتاع بورقيبه كبيره كانت الناس كلها مفتخره ببورقيبه فهمتني ولا ما علقت له تصويره هبطت التصويره دخلت علي بشلك والله خليتها في ذلك معناتها ارى الوقائع معناتها امراه كبيره مخها مسكينه شنو كي خرجت من الوقت الحبس كان شكون خرج لها فهمتني ولا اما على فكره راه خويا ما قعدش برشا علاش قعد كست شهور في المحكمه قالوا تسليم لها والديه هي خفت عليها الحمل شويه معناتها باش هي نفسانيا ارتاحت اما انا مش مسامح كان هذاك الرئيس مركز هذاك مش مسامحه الحمد لله خاطر اللي عملته معاه هنا ما عملوا حتى واحد الحمد لله نمشي نركب له في داره وبعد يعمل لك قولوا رجله هذا لينا هذه مش به ماذا بينا احنا كان نلقاو شخص تو ممكن في الثوره هذه الناس راهي ناس راهو فما الخيان اللي حكاو صحيح راهي مأساة هي صارت والحبس اللي ما يدخلش الحبس الله لا يوريه العد راهو ما يعرفش الدنيا وما يعرفش شنو الحبس وما يعرفش كيفاش العباد عايشة يوصل الشومبري فيه 150 160 العباد راقدة على بعضها فهمت ولا والطفل الصغير ما يعرفش معناتها أول مرة يدخل الحبس يتباع ويتشرى تعرف يتباع ويتشرى ناس تبيع وتشري في العبادة فهمت ولا علاش الواحد الحبوسات في تونس تتنظم اول واحد اول مره يدخل الحبس يخليوه مع واحد محكوم بالاعدام ومحكوم ب 20 سنه وعامل اعمال ما تتصورهاش ويخليوه معه
مش تحبوا شي يخرجوه الطفل، مش خرجوه مش يريقلوه، مصيبة في البلاد. شنو هي طلباتك سي شفيق؟ والله طلباتي حتى شيء، انا طلباتي مثلا يعملوا لنا جبر الضرر ويرحم والديكم من فوق.